جماهيرنا والآن مع كلمة الثورة مما لا شك في الوطن الفلسطيني كل الشهداء وحركة فتح أول تنظيم سياسي على الساحة بادر إلى حل وانهاء الظواهر المسلحة ونؤكد بأنه لا يوجد لدى حركة فتح أي قرار سياسي بإعادة تشكيل أو تعطيل جرس انطلقت الثورة الفلسطينية وانطلقت الانتفاضة رديفة الثورة الفلسطينية الآن ويقول الثوار وتقول الشبيبة وتقول الشبيبة وتقول الشبيبة